اوكي السلام عليكم. احنا في الفيديو السابق شفنا موضوع اللودينج هاو تو لود ذا تري، بس بدي كنت حابه اورجيكم نتيجه اللودينج. لاحظوا هاي الكيس عندنا كانت اصلا كيس ريزوربد ريدج، والستودنت اخذتها وقلت لها راح تستمتعي فيها، حنتعلم فيها اشياء كثيره مثل الامبريشن ماتيريال سبيسيفيك فور ادنشلس وذات هاف هايلي ريزوربد، اللي هي ايش الاد ميكس تكنيك. ممكن نتعلم في التراي ان نعمل النيوترال زون امبريشن، فاكثر من شغله جديده حتتعلموها. لكن بدي اورجيك موضوع اللودينج تاعت التراي كيف اثرت على الامبريشن. يمكن شوي هي زاحت للامام اكثر من هون، السلكس هون عالي very wide، بينما هون السلكس نارو. بس انا من جوا تم البيشنت بعرف انه السلكس عنده التنج the floor of the mouth مع lingual frenum بالضبط مع الرج، فانا عارفه انه this is shallow and this is how it is inside the patient's mouth، يعني هون it's deeper than بهاي السايد. اوكي بس لاحظوا كيف مع انه edentulous highly resorbed واللينجوال باتش عاده هدول صعب ناخذه بسهوله لانه عندهم اللينجوال باتش بيكون ديبرست كثير، ولكن شوفوا اللودينج تاع الامبريشن لما كان صح. شوفوا كيف السلكس اخذ 100% تقريبا، مقارنه كمان مع التراي. شوفوا التراي من هون مع انه التراي مش داخله في السلكس، التراي عريضه وبعيد عن السلكس، لكن اللودينج الصحيح اللودينج للماتيريال بالصحي الطريقه الصحيحه شو اخذ؟ اخذ اللينجوال باتش صح، مع انه التري مش سبورتد. ملاحظين؟ بمعنى اخر انا عملت لودينج صح للتري، الماتيريال قلت لها فوتي جوا اللينجوال باوتش اي دايركتد، بدل ما انها كلها تهرب على جنب ولا برا. اوكي لاحظوا قديش حتى ما فيش اكسس كثير جهه التانك. طيب شوف الجهه الثانيه نفس الشيء، التري بعيده ما لهاش دخل، هاي تري، هاي الامبريشن ماتيريال. شوف كيف فاتت بجمال وميزت هاي الماتيريال لانها ثيك وهيفي، تعطيني هاي السبورت لنفسها لو الجينيت كان ما قدرت اخذها. فالسلكس سالتني الطالبه طب ليش السلكس هيك نارو؟ هيك عظمه، هذا هو اللي بنسميه نايف ايدج ريدج، هذا هو. شايفه قديش نارو؟ جروف كانه رفيع جدا وحتى بتحسي كانه حاد، هذا العظم موجود عنده هيك. فاحنا في الدنجر راح نرعيب اشياء حنحكي عنه في لحظه الدنجر. شوفوا الابر، هذا بيشنت كان عنده فيري هاي فولت، ملاحظين قد ايه الفولت عالي؟ شوفوا المسافه من هون لهون العمودي كثير عالي الفولت عنده وحاد في منطقه الوسط، وهذا برضه في الامبريشن دنشر كمان له اشياء معينه. لكن شوفوا كيف الماتيريال لما كانت تشي حجمها صح والماتيريال كفايه فاتت في السلك الصح وهون فاتت. لاحظوا هون شوي هاي اخمل من هاي، صار عندك شويه انه مور سبيس، انت حاطه مور سبيس زايحه لهون اكثر. اوكي انت هون زايحه بهذا الاتجاه، فالسلكس هذا طلع عريض والسلكس هذا طلع رفيع، لكن السلكس راوندد وسموث للاخر وداخل في الهيمنوت سموث، ونفس الشيء ما اخذ العرض لكن اخذ الطول وهذا يكفيني. هلا عشان اتاكد 100% راح ادخل باصبعي بهاي المنطقه واقيسها واقارن معهاي، وهاي المنطقه اقارن معهاي، حورجيكم اياه بفيديو ثاني كيف بقارن. لكن بس الفكره انه رغم انه هذا عريض لكن هذا صح، شايفين هذا صح؟ لو كانوا اثنين زي هيك ما عندي مشكله. شايفين الثكنس؟ إذا بتتفرج عليه عمودي ببين أكثر. شايفين هذا؟ ماخذ الطول صحيح، كيف عرفت؟ راوندد سموث ماشي 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 داخل كلام اللوت صح. المأمونتو ماتيريال صح، يمكن بس شوي عندك إنك أنت زايحة باتجاه هيك شوي فصارت شوي ماتيريال نارو، لو كنت بسنترة 100% بيطلع حاد أذهب. بس كل الفيتشرز لاحظ الأناتومي موجودة، السموثنس، الروجي أريا كلها مبينة، فمعناته أنت عامل إمبريشن صح. بس حبيت أورجيكم شو أثر اللودينج على إنك تاخذي الإمبريشن إن وان شوت. يعطيك العافية.